بسم الله. هنكمل باقي كلامنا في كورس الفيسفير 6i 6.5. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت، كنا خدنا introduction وكنا وقفنا على آخر حاجة الفرق ما بين الهايبرفايزر اللي هو قايم على السيستم اللينكس بتاعنا، والهايبرفايزر التاني بقى اللي هو التير 2 اللي هو الفيم وير ورك ستيشن، اللي هو ان احنا كنا بننزل اساسا كده عندنا اوبريتنج سيستم سواء ويندوز 7 او 8 او 10، وبعد كده حضرتك بتروح تعمل ايه؟ بتروح تنزل الاوبريتنج سيستم، بتنزل عليه البرنامج وتبدا تكريت بعد كده الفيمات بتاعتك او الفيرشواليزيشنز بتاعتك بقى. طيب النهارده بقى هنتكلم على جزئيه ثانيه، وهي وات هايبرفايزر. ايه هو بقى جزئيه الهايبرفايزر دي؟ هنتكلم عنها برضو شويه تاني. يعني الهايبرفايزر هو الفيرشواليزيشن اوبريتنج سيستم او الفيرشواليزيشن لاير، احنا بنقول عليها اللي هو الفيرشواليزيشنز اوبريتنج سيستم بتاعي اللي هو قايم على اللينكس زي ما قلت لحضرتك قبل كده. وهو الاوبريتنج سيستم اللي هو هيشغل الاجهزه عندي. طيب احنا بيكون عندنا الفيزيكال لاير اللي هو السيرفر بتاعنا، ده الفيزيكال لاير بتاعنا او احنا بنسميه الفيزيكال سيرفر. بيكون ايه؟ بيكون فيه سي بي يو بروسيسور، بيكون فيه رامات، بيكون فيه هارد ديسك، بيكون فيه نتورك او كارت نتورك. طيب بالنسبه للاوبريتنج سيستم اللي هو الهايبرفايزر ده، بيستضيف او بنحط عليه او بنقدر نكريت من جواه الفيرتشوال سيرفر اللي احنا هنقدر نعمله، اللي هو بنعمل ايه؟ بنكريت فوقيه اللي احنا بنسميها الفيرتشواليزيشن او الفيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين دي هو من الاسم بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن كمبيوتر افتراضي او كمبيوتر وهمي غير ملموس، ما بقدرش امسكه بايديا. الهايبرفايزر الفيرشواليزيشنز اوبريتنج سيستم هو الانجن، هو الانجن اللي بيفصل ما بين ايه وبين ايه؟ ما بين الفيرشوال ماشين بتاعتي وما بين الهاردوير لاير. هو الفاصل ما بين الفيرشوال ماشين وما بين الهاردوير لاير بتاعتي. بمعنى ادق تاني، ان الهايبرفايزر هو الاوبريتنج سيستم، هو اللي بيوصل الفيرتشوال ماشين، هو اللي بيوصل الفيرتشوال ماشين للهاردوير ريسورسز بتاعتي. هو حلقه الاصل اللي ما بين الاثنين، ما بين الفيرتشوال ماشين بتاعتي وما بين الهاردوير ريسورسز اللي عندي. او احنا بمعنى ادق تاني، احنا ممكن نقول عليه ايه؟ احنا ممكن نقول عليه ان هو المتحكم في الهاردوير ريسورسز بتاعتي. يعني الهايبرفايزر ده هو المتحكم فين؟ في الهاردوير. يعني مثال بسيط، مثلا انا قلت لك قبل كده ان موضوع الويندوز بتاعنا، لما تيجي حضرتك تيجي تنزل ويندوز على جهاز الكمبيوتر بتاعك، انت الويندوز ده لما بتنزله هو عباره عن ايه؟ عباره عن حلقه الوصل، او هو المتحكم في الهاردوير، الهاردوير بتاعك. يعني انا الهاردوير بتاعي اللي عندي ده، انت حضرتك ولا هتقدر تتحكم في رامات ولا بروسيسور ولا كارت صوت ولا كارت شاشه ولا هارد ديسك ولا كارت نتورك ولا اي شيء، ولا اي شيء في الجهاز عندك الا ايه؟ اما حضرتك تنزل اوبريتنج سيستم. فالاوبريتنج سيستم ده هو اللي بيتحكم لك في الهاردوير ريسورسز اللي عندك. نفس الكلام في الهايبرفايزر. الهايبرفايزر هو المتحكم في الهاردوير ريسورسز اللي عندنا ده، بيخلي كل فيرتشوال ماشين من الفيرتشوال ماشين اللي عندك دول هو عباره زي ما قلت لك ايه، او احنا بنسمي الجهاز بتاعنا ده الهوست اللي احنا بنعمل عليه شير للفيرتشوال ماشين عشان تقدر تشوف الفيزيكال هاردوير من عليه. وهو عباره عن ايه؟ هو تاني طبعا ممكن نسميه اسم تاني، هو الفيزيكال هاردوير، يعني عباره عن كمبيوتر. الكمبيوتر ده احنا الكمبيوتر الاساسي بتاعنا ده او السيرفر الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه، احنا بننزل عليه الهايبرفايزر عشان نقدر نتحكم فين؟ في الريسورسز اللي عندك.
طبعا الريسورسز الاساسيه او المكونات الاساسيه او العناصر الاساسيه عندي، زي السي بي يو، زي عندي الاستورج، زي عندي الرامات، زي عندي كارت النتورك، الحاجات دي كلها. اضافه طبعا لمجموعه الفيرتشوال هاردوير او الفيرتشوال ماشين عندي، الهايبرفايزر هو اللي بينظم عمليه استخدام الفيرتشوال ماشين ده، هو اللي بيعمل عمليه استخدام ليها للفيزيكال ريسورسز. يعني ايه؟ يعني الهايبرفايزر هو اللي بيدي كل فيرتشوال ماشين احتياجها من الفيزيكال ريسورسز. يعني الهايبرفايزر هو بيدي احتياجات الفيرتشوال ماشين اللي عندي من الفيزيكال ريسورسز اللي عندي. يعني بمعنى تاني ممكن نقول ايه، ان كل فيرتشوال ماشين في نفس الوقت بيستخدموا ايه، بيستخدموا الهاردوير، هاردوير بتاعي. فبينظم طبعا احنا ده كله الهايبر فايزر بينظم لعمليه الاستخدام بتاع الهاردوير بتاعي، فبتكون موجوده عندي على الهايبر فايزر، اللي هي اللي انا بتحكم في القصه دي كلها عن طريق ان انا بعمل ايه، بقسم الفيزيكال ريسورسز اللي عندي، او الطريقه او طبعا او طريقه تانية مثلا، او الطريقه التانية اللي انا بقيس بيها الفيرتشوال ماشين عن طريق ايه، عن طريق الفيزيكال ريسورسز اللي عندي. طيب فكل فيرتشوال ماشين، كل فيرتشوال ماشين عندي بتاخد ايه، بتاخد احتياجاتها من الريسورسز اللي هي بتحتاجها. وقت ما بتخلص، وقت ما حضرتك بتروح تطفي الفيرتشوال ماشين دي، الحاجات اللي هي بتاخدها من الريسورسز تلاقيها رجعت لها تاني، رجعت تاني للهايبرفايزر، صح ولا لا؟ يعني انت مثلا عملت ايه، عملت سسبند للفيرتشوال ماشين، عملت لها شت داون، الهاردوير اللي كانت واخداه هنا كانت واخده جزء من البروسيسور، واخده جزء من الرامات، واخده جزء من الهارد ديسك، واخده شيرنج كارت النتورك بتاع، الحاجات دي كلها هتلاقيها رجعت تاني للسيرفر، حضرتك ممكن تقدر تستخدمها تاني. فدي بتعمل ايه، وقت ما بتخلص استخدام الفيرتشوال ماشين بتاعتك، كل حاجه بترجع زمين، ترجع تاني للريسورسز اللي عندك، الهايبر فايزور تاني. طيب الفي ام وير بتاعي، او المنتج الرئيسي اللي احنا هنشتغل عليه، او اللي احنا شغالين عليه، هنشتغل عليه مع بعضينا، احنا هنشتغل على برودكت من ضمن البرودكت الكتيره فيه جدا، اسمه ايه، الفيسفير. هنشتغل مع بعضين على الفيسفير. اسم المنتج بقى واللي هو الفيسفير، او هو البرودكت المسؤول عن عمليه ايه، الفيرتشواليزيشنز في الفي ام وير، بتندرج تحته الهايبرفايزر، والهايبرفايزر ده من في ام وير. الاوبريتنج سيستم اللي احنا بنشتغل عليه اللي هو اللي اسمه اي اس اكس اي، طبعا هو مش المفترض، طبعا هو ملوش اختصار، يعني اي اس اكس اي ده ملوش اختصار بالنسبه لنا. طبعا احنا بنقول عليه الفي ام وير فيسفير اس اكس اي، طبعا هو ليه مجموعه اديشنز، هو ليه مجموعه اديشن، طبعا هي اخر اصدار ليهم 6.7. لو احنا جينا فتحنا، لو جينا كده فتحنا موقع في ام وير، وجينا كتبنا مثلا ايه، في ام وير اي اس اكس اي اديشنز، صعب شوية عندنا.
هنلاقي عندنا مجموعة اديشنز كتيرة هنا في الـ في الفيسفير طبعا كده هنا عند البرودكت. طبعا هنا جايب لك بقى تي الحاجات، طبعا هنا ده اوفر فيو عن اللايسنس، هو اخر اصدار لو هنا حتى في داونلود الفيسفير اخر اصدار اللي المفروض 6.7. طبعا احنا هنشرح الكورس بتاعنا 6.4.5. اخر اصدار 6.7 ده اخر اصدار عندنا، ده طبعا احنا هنشتغل على 6.5 الاديشنز بتاعتنا. طيب الهايبر فايزر ده في منه انواع زي ما احنا خدناها المره اللي فاتت، قلنا الانواع بتاعته ان في نوعين، في نوع الهايبر فايزر بتاعنا اللي هو بينزل كاوبريتنج سيستم كامل، وعندي الفي ام وير ورك ستيشن. الفي ام وير ورك ستيشن ده لاغراض تعليميه والتجارب، وممكن يكون على اللاب بتاعك اللي عندك في البيت، فممكن حضرتك تعمل انستول للفي ام وير ورك ستيشن، بتتنزل تعمل انستول للويندوز وبعد كده تثبت للفي ام وير ورك ستيشن عليه، اللي هو طبعا اللي عن طريقه بيبقى هوست للفي امات اللي انت حضرتك هتقدر تكريتها، ده تير 2 اللي هو الفي ام وير ورك ستيشن. ده بينزل على اي اوبريتنج سيستم زي الماك زي الويندوز زي اللينكس. طبعا الاحسن اللي هو الهايبر فايزر، ليه؟ عشان ده هو بيبقى نظام متكامل مع بعضيه. فممكن يحط حد يقول مثلا ان اللايسنس بتاعه الفي ام وير، خلي بالك لو انا هشتغل بقى تي هشتغل بلايسنس في ام وير غاليه شويه، هي خلي بالك هي مش رخيصه اللايسنس، يعني خلي بالك هي ارخص لو انت حضرتك عملت ايه اشتريت طبعا سيرفرات، يعني انت لو انت اشتريت مثلا عندك 5 6 سيرفرات عشان تقدر تنزل عليهم اجهزه فيزيكال، فانت ممكن بالخمس ست سيرفرات دول انت ممكن تشتري سيرفر واحد بس وتعمل عليه 5 سيرفرات وتشتري اللايسنس بتاعتك. بس في حاجه، يعني انت خلي بالك ان انت في نسخه برضو من في ام وير ببلاش، يعني انت حضرتك ممكن تشتغل عليها، ممكن تشتغل على النسخة اللي هي اللي ببلاش دي، فانت حط في حسبان عندك ان كام سيرفر راننج هيكون عليه، فممكن يكون مثلا عندك 6 سيرفرات زي ما احنا قلنا. طيب انت لو رحت اشتريت سيرفر فيزيكال هتشتري السيرفر فيزيكال دول تلاقيه غالي جدا، وهتشتري 6 سيرفرات فيزيكال. لو اشتريت سيرفر واحد بس فيزيكال ولايسنس في ام وير اللي هي مش رخيصة هي غالية شوية، هنفترض انك اشتريت مثلا سيرفرين فيزيكال، اقدر هوست الليلة دي كلها على الفي ام وير. حضرتك تقدر يعني سيرفرين هيقوموا بمكان 6 وهتكون مؤمن اكتر من هما يكونوا فيزيكال، طول ما الفيزيكال ريسورسز بتستحمل ويندوز عندك، يعني ممكن تستوعب عدد اكبر من السيرفرات الفيرتشوال، هتقدر تلاقي نفسك موفر كتير جدا لو انت اشتريت زي ما قلت لك ايه سيرفر واحد وجبت بعد كده اللايسنس. اما تعرف بقى مميزات الفي ام وير في البروتكشن والسهوله اللي احنا هنشتغل عليها، والفي ام ليها طبعا اكتر، خلي بالك ان انت عندك هنا هتلاقي عندك انواع كتيره من اللايسنس، ما احنا كنا شفناها من شويه، عندك في انواع كتيره من اللايسنس عندك بحساب بالبروسيسور بعدد البروسيسور اللي عندك، عندك طبعا زي ما انت شايف ستاندر، وعندك اسينشال اللي عندك هنا ادي اسينشال، وهتلاقي عندك اسينشال بلس، وعندك ستاندر، وعندك انتربرايز، وعندك انتربرايز بلس، وعندك بلاتينيوم، وعندك ديسكتوب، وعندك حاجات كتيره. يعني طبعا كل لايسنس من دي كل حاجه من دي ليها لايسنس مختلف، يعني هنا وطبعا هنا اللايسنس بتاعت في ام وير بتحسب بعدد الكورز اللي بتنزل عندك وعدد البروسيسور اللي هتكون عندك.
طبعا هو انا جايب لك هنا ايه، ادي PDF على كل حاجة. الفروقات بقى طبعا ما بينهم، قال لك مثلا ايه، ادي الفيو موشن. الفيو موشن دي اللي انت عشان حضرتك تقدر تنقل الفيمات وهي شغالة. طبعا هنا بالكورس كروس في سويتش. طبعا هنا جايب لك كل المميزات كل واحدة ايه. هنا بتشتغل مثلا في الستاندر بيشتغل على 2 بروسيسور، هنا يقدر يشتغل 8، هنا يشتغل 8. دي الفرايت ده، هنا يشتغل على في سنتر ستاندر ستاندر ستاندر. فدي اللي زي ما قلت لك ايه الحاجة. فانت حضرتك ممكن زي ما قلت لك ايه، ان انت ممكن تشتغل بالنسخة، في عندك في نسخة اللي هي الفري اديشنز دي من في ام وير اس اكس اي. فانت حضرتك ممكن تشتغل، ممكن تستخدمها يعني. هي ببلاش، هي ليها برضه خلي بالك ليميتيشن، يعني ليها عدد سيرفرات محددة او ليها عدد في امات محددة حضرتك تقدر تنزلها يعني. طيب في حاجة تاني بقى، انا عايز اعرف السيرفر بتاعي بقى هل هو هيقدر ينزل عليه انهي نوع من انواع الفي ام وير اس اكس اي او في سفير اس اكس اي. طبعا لو انت حضرتك جيت هنا فانت عندك هنا حاجة اسمها في ام وير كومباتيبلتي ريسورسز كومباتيبلتي. دي عن طريق حضرتك ممكن ايه تشوف انت الجهاز بتاعك ايه، يعني سيرفر ينفع يشتغل عليه مثلا ال اي 6 اي 6.5. لو انت جيت هنا مثلا اخترت نوع السيرفر بتاعك او نوع البروسيسور بتاعك، يعني مثلا نقول له مثلا ايه ديل، قلت له مثلا كده هنا جبنا له مثلا ايه اتش بي، طبعا هنا يجيب لك ايه انهي سيرفرات تنفع تشتغل عليها. بس طبعا النت عندنا هنا بطيء شوية. وبتقولنا جنريشن 10 زي ما قلت لك كده، ده عشان تقدر تشوف يعني السيرفر بتاع الكومباتيبلتي. طبعا المكونات الرئيسية عندي بعد في الفيسفير، لو جينا رجعنا كلامنا هنا تاني، المكونات عندي الرئيسية عندي في الفيسفير في الانفايرمنت بتاعتي، لو انا عندي ينفع تشتغل حضرتك على سيرفر واحد. يعني انت حضرتك ممكن تعمل ايه، تنزل سيرفر واحد عليه اس اكس اي، وانا بقدر اعمل له مانجد للفي ام من خلاله، ان انا بخش بتعامل دايركتلي مع الاس اكس اي اوبريتنج سيستم اللي انا بسميه الهوست. لو انا عندي في شركتي مثلا في سيرفرات اكتر شويه، لو عندك مثلا سيرفرين، عندك ثلاثه او اربعه او خمسه، اي عدد هقدر اعمله مانجمنت على دول كلهم لوحده على حده. صعب جدا طبعا يعني ان انت تروح كل تروح على كل سيرفر على حده، سيرفر سيرفر واحد فيهم، وتقدر تخش عليه كستاند الون وتقدر تعمل عليه مانجد. بس خلي بالك في خصائص كتيرة جدا 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 مش هقدر استخدمها وانا شغال بستاند الون. يعني مثلا سيرفر كل سيرفر كل سيرفر انا هدخل عليه ستاند الون عشان اقدر اشتغل عليه، هتبقى طبعا صعبة بالنسبة لك لو انت عندك 3 سيرفرات او 5 سيرفرات، وفي بعض اوبشنز مش هينفع تشتغل عليها. يعني مثلا موضوع الهاي افيلابيلتي مش هينفع تشتغل عليه الا اما تكون في سيرفر منفصل او في حاجه منفصله كده بتعمل عمليه سنترلايزد مانجمنت عشان تقدر تتحكم في السيرفرات الثلاثه دول او اكتر من واحد. حضرتك في الحاله دي محتاج ايه، سنترلايز مانجمنت تقدر تشتغل عليه، وده اللي احنا بنسميه الفي ام وير في سنتر سيرفر.
الفي سنتر سيرفرات. طريقه انت حضرتك بتعمل، نقدر نعمل مانج لكل السيرفرات بتاعتي اللي موجوده عندي في الانفايرمنت، بقدر اعمل لها عمليه اداره من خلاله، من خلال شاشه واحده بس اقدر اتحكم في كل السيرفرات بتاعتي. اضافه الى فيتشرز تاني طبعا، خصائص كتيره جدا 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 مش هتكون متوفره في السنجل هوست، مثلا زي الهاي افيلابيليتي زي ما قلت لك. مش هينفع انا لو عندي فيزيكال سيرفر واحد بس مش هقدر اعمل له مينتننس، وعايز مثلا احط انقل عليه مجموعه في امات، مش هينفع، لازم ده كله بيل عن طريق الفي سنتر. يعني انا عايز انقل مثلا ايه في ماي عندي من سيرفر لسيرفر، مش هينفع تعمل الموضوع ده لايف الا اما يكون عندك في سنتر، ما ينفعش اشتغل الا لازم يكون عندك في سنتر سيرفر عشان يقدر يتحكم في الحاجات دي كلها. ازاي بقى اقدر اعمل مانجد، واقدر اعمل مانج اقدر وازاي اقدر اعمله مانوالي واقدر اعمله اوتوماتيك، الكلام ده كله بينظمه الفي سنتر عندي، ده اللي بيعمل الدنيا دي كلها الفي سنتر عندي. طبعا لا محالة ان انا يكون عندي، لو انا عندي اكتر من سيرفرين او ثلاثة او اربعة، ان انت حضرتك لازم يكون عندك في سنتر سيرفر، لازم يكون عندك كده في سنتر سيرفر. طيب اللاب بتاعنا طبعا اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي ده طبعا شمال الجهاز اللي عندي هنا، هنعوز طبعا في شغلنا اكتف دايركتوري دومين كنترولرز، هننزل ثلاثة اي اس اكس اي هوستس، هننزل في سنتر سيرفر، هنعمل شيرد ستورج، هننزل زي فري ناس عشان تبقى شيرد ستورج ما بين السيرفرات عندي، هنعمل بعد كده فيلان نتورك، هنشتغل على الفيلان نتورك، هنشتغل على الفيلان نتورك. طب هنحتاج زي ما قلت لك هحتاج دومين كنترول، فممكن ده عشان لازم تقدر تتحكم في كل السيرفرات عندك اساسا، الفي سنتر عشان يقدر ينزل محتاج دومين كنترول، الفي سنتر سيرفر عشان يقدر ينزل عندك لازم يكون عندك دومين كنترول. ايام فيرجن 5 كنت ممكن تنزله على مكنه ستاند الون، انما في الفيرجن الجديد ده اللي هو 6.5 لازم حضرتك يكون عندك دومين كنترولرز اساس يعني. طبعا في حاجه تاني، ايه هي؟ طبعا احنا هننزل ثلاث سيرفرات عندنا هيبقوا هوستز عندي، هننزل عليهم بعد كده الفيرتشوال ماشين. في حاجه بقى هي ان انا ممكن يكون عندي، ممكن انزل على الثلاثه اي 6 اي مثلا الظاهره اللي هو 6.5 وانزل، والفي سنتر عندي ممكن انزل في سنتر 5.5 مثلا. ماشي كده؟ طيب زي ما قلت لك ان انت عندك بقى في حاجه، ممكن يكون عندك الاي اس اكس اي عندك 6.5 والفي سنتر عندك ممكن يكون 5.5، مش فارقه 6 مش فارقه 6.5 مش فارقه، بس العكس ما ينفعش. يعني ما ينفعش يكون عندك هنا الفي سنتر بتاعك 6.5 وتروح تنزل اي اس اكس اي مثلا 5 ولا 5.5 وانت عايزه تتحكم فيه، العكس ما ينفعش. طبعا احنا مش هنحتاج، طبعا مش هنشتغل في الاول بالستورج، هنشتغل باللوكال باللوكال هارد ديسك اللي عندنا في الاول، بعد كده فيما بعد هنعمل موضوع الاستورج ده، وهنتعامل طبعا بموضوع الفيلان نتورك، هنشتغل شويه على موضوع الفيلان نتورك. في البرودكشن لازم يكون عندك فيلانز بحيث ان انا اقسم الدنيا كل حاجه لوحديها، زي المانجمنت بتاعتي هيكون لوحديه، الفي امات بتاعتي هتكون لوحديها، الترافيك الترافيك في امات هتكون لوحديها، الكاميرات لوحديها، طبعا كل حاجه لازم تكون لوحديها. فاحنا هنشتغل مع بعضينا، افترض طبعا انت لو عندك في شركه صغيره ما فيهاش مثلا الا سبنت واحده بس، فما ينفعش عندي ما عنديش يعني ما عنديش ايباد كتير ومش محتاج ان انا اعمل فيلان، مش مشكله حضرتك ممكن تشتغل على الفيلان اللي عندك او على ديفولت فيلان اللي عندك او على السبنت اللي انت شغال عليها. بس احنا هنشتغل زي كده، احنا طبعا عندنا راوتر هنا 1841 فيزيكال، وعندنا سويتش 2950، دول برضو هنشغلهم ونشتغل فيزيكال على السيرفر ده ان شاء الله.
عشان نقدر نعمل اللاب بتاعنا كأنه لاب فيزيكال عندنا. طبعا في ريكويرمنت بيحتاجها ال ASXI عشان يقدر ينزل. عندي هنا زي ما قلت لك في ريكويرمنت معينه عشان اقدر انزل ال ASXI. عندي في عندي طبعا مينيمم ريكويرمنت وعندي ريكومندد بالنسبه لي ريكومندد ريكويرمنت معينه. عندي احنا بنحتاج بروسيسور بتاعنا، البروسيسور بتاعنا يكون مينيمم عندي 2 كور، يكون طبعا انيبل عليه ال ان اكس او الاكس دي او وانيبل انت الفي تي داش اكس، او لو هو بروسيسور اي ام دي يكون الار في اي شغال عليه. طبعا الريكومندد يكون عندي اكتر من بروسيسور، اكتر من كور، يعني انت يكون عندك مثلا ايه 2 بروسيسور، كل بروسيسور مثلا 4 كور، كل بروسيسور 6 كور. الرامات عندك هو ينفع ينزل على 4 بس الريكومندد بالنسبه لنا ان يكون عندك 8 جيجا. الهارد ديسك طبعا هو ممكن ينزل على 1 جيجا، واحنا بيقول لك ان الريكومندد بالنسبه لنا 8 جيجا. طبعا احنا هنا هننزل هاردين، احنا هنعمل هنا هاردين، هنعمل هارد هنا 8 جيجا وهنعمل هارد 500 جيجا. انا بالنسبه لي بقى عشان طبعا عندك هنا برضو يكون عندك هنا كارت نتورك 1 جيجا، وطبعا الريكومندد يكون عندك 4 كروت نتورك ويكونوا ايه جيجا بايت او اسرع من كده يعني. طيب احنا بالنسبه لنا في اللاب بتاعنا لازم طبعا يكون عندك ايه، تكون انت في تكون فاتح الفانكشنز، لازم حضرتك تعمل تعمل انيبل للفانكشنز عندي بتاع الفيرتشواليزيشنز او الانتل في تي من على السيرفر بتاعك او من على جهاز الكمبيوتر بتاعك او من على جهاز اللابتوب بتاعك عشان تقدر ينزل ال 64 بت، يقدر ينزلك الحاجه 64 بت. او في بروسيسور الاي ام دي عندك حاجه اسمها الار في اي، الحاجه دي لو حضرتك هتنزلها ستاند الون او لو مربوطه بسان ستورج هقدر اعمل هقدر تقدر طبعا برضو تعمل دخلها سان ستورج هنا، بس احنا زي ما قلت لك هننزل على هارد اللوكال، اللوكال هارد بتاعنا زي ما قلت لك هو احنا ممكن ننزل على جيجا، هو ما بياخدش ازيد من 300 ميجا اصلا يعني، هو بيقول لك الريكومندد يكون عندك 8 جيجا. طبعا في السيرفرات الجديده دلوقتي يا جماعه بدل ما انت حضرتك تروح تهدر جزء من الهارد بتاعك، انت ممكن تنزل نسخه الاي اس اكس اي عندك على الاس دي كارد. فمعظم السيرفرات دلوقتي بتاع في الوقت الحالي يعني حضرتك انت بتشتري السيرفر فانت بتقول له ايه اديني بيبقى فيها مكان اصلا من جوه كده في المذر بورد اس دي كارد، فانت ممكن تشتري اس دي كارد بقت هنا 2 جيجا او 8 جيجا وتنزل عليه عندك الاي اس اكس اي. احنا مش هنعوز اكتر من كده عشان ما تهدرش جزء من الهاردات اللي عندك، تكون الهاردات اللي عندك دي هي مستقله بس بايه بالاي اس اكس اي بتاعك، بالفيمات اللي عندك اللي هتنزل عليها في الاس اكس اي. احنا هيكون عندنا ثلاثه، خلي بالك ثلاث سيرفرات اي اس اكس اي زي ما قلت لك هننزل عليهم الدنيا بتاعتنا دي كلها. طبعا زي ما قلت لك ان الريكويرمنت بتاعت الثلاث سيرفرات هنكون واحده هننزلهم 8 جيجا رامات، هنعمل هاردين كل هارد واحد 8 واحد 500 جيجا، وهننزل معانا 4 كروت او 8 كروت نتورك معانا عشان هنستخدمهم في بعض فيما بعد ان احنا نقدر نربطهم بسان ستورج ونقدر يبقى خليه ما فيما بينهم ربط ما بين الاثنين يعني عشان يقدر يعمل، وطبعا يبقى في ريبليكيشن ما بين السيرفرات وهيبقى في كارت تاني هيبقى ما بينه وبين الفي سنتر، فاحنا نعوز كميه كروت كتيره يعني. طيب انا بس انا في شركتي عايز اروح للفيرتشواليزيشنز، هل هشتري هاردوير جديد ولا ممكن استخدم الهاردوير اللي عندي على حسب؟ طبعا ده كله على حسب هل الهاردوير هيكون كومباتبل عندك، يعني اول حاجه زي ما قلت لك ايه
اول حاجة عندك تكون مساحة الهاردوير اللي عندك متاحة. يعني مثلا المفروض يكون عندك رامات كتير، يعني مثلا عندك 24 جيجا، عندك 32، عندك 64، عندك 128 جيجا، عندك كمية هاردات، عندك رامات، عندك اكتر من بروسيسور، كل بروسيسور كذا كور. فانت كل شركة ليها السيناريو الخاص بيها، فممكن تبدأ بـ SXI واحد، وبعد كده حضرتك ممكن تنقل عليه باقي السيرفرات وتحط باقي السيرفرات عليه، سيرفر سيرفر يعني. طبعا احنا في الكورس بتاعنا هناخد مع بعضينا ازاي نقدر نحول الفيزيكال ماشين، يعني ازاي نقدر لو انا عندي جهاز شغال عادي خالص ممكن اقدر احوله لفيرتشوال او العكس. طيب بالنسبة للكومباتيبلتي القديمة اللي عندي، زي ما قلت لك ان انت زي ما قلت لك عليها من شوية، ان انت حضرتك ممكن تخش على موقع فيم وير وتقول له وتكتب له على الحاجات اللي عندك، وهو يقول لك مثلا هل دي كومباتيبلتي او هي كومباتيبل ان انت تقدر تشتغل عليها ولا لا. بعد كده احنا المفروض بقى نيجي نعمل داونلود للموقع بتاعنا للفيم وير عندنا. بس انت حضرتك قبل مش هيقدر يسمح لك ان انت تقدر تعمل داونلود الا اما تروح تعمل عملية ريجستريشن جوه عنده هنا. ازاي؟ لازم تيجي هنا عند اللوجن كده وتعمل عملية ريجستريشن وتعمل اكاونت ليك عشان تقدر تعمل عملية داونلود للبرودكت بتاعك. يعني هو هنا احنا المفروض باجي هنا على كلمة داونلود بقول انا عايز فيسفير، هتلاقي عندك زي ما قلت لك عندك كذا اديشنز، هتلاقي عندك اسينشال، هتلاقي عندك حاجه اسمها اسينشال بلس، وعندك ستاندر، وعندك انتربرايز، وعندك انتربرايز بلس، وعندك بلاتينيوم، وعندك ديسكتوب، وعندك كذا حاجه. الحاجات دي كلها بتفرق زي ما قلت لك بحسب اللايسنس، كل واحده من دي بتعمل حاجه، بتقول بتنزل على كام بروسيسور، وبتنزل على كام على رامات قد ايه، وفيها كام كور، وتقدر تعمل لك كام فيرتشوال ماشين، حوار يعني. فانت هتلاقي عندك، فانت دي النسخه بتاعتك دي اسمها نسخه جنرال، النسخه بتاعتك دي اسمها نسخه جنرال. فانت لو فكرت مثلا نزل ايه 6.5 كده وحبيت تيجي تعمل لها داونلود، هيقول لك لو سمحت اعمل لي عمليه ريجستريشن عشان تقدر تعمل ايه داونلود. بص كده يقول لك اعمل لي عمليه ايه، اعمل لي ريجستريشن. طبعا انا ليا كذا اكونت هنا يعني. فانت بتعمل له ايه ريجستريشن ازاي؟ لو انت جيت هنا على ريجستر، هنا بقى بيقول لك ايه الايميل ادرس بتاعك. طبعا انا مسجل قبل كده، اقول له مثلا عندي ايميل تاني، اقول له مثلا ايه روماتكس اند هوت ميل، هتاخد الايميل ده كوبي، هتروح تعمل له هنا بيست، هات هنا بيقول لك دخل لي باسورد، دخله كده باسورد، بعد كده هنا بيقول لك الفيرست نيم بتاعك نوت ماتشت، هقول له مثلا الفيرست نيم بتاعي عماد، اللاست نيم بتاعي اسكندر، هنا السيلفون بتاعك، هنا الادرس بتاعي مثلا هقول له كايرو، هنا الادرس تو كايرو، سيدي كايرو 12.0، كونتري بتاعتك اقول له هنا ايجيبت،
نيجي هنا نقول له language English، هنا ندخل له الحروف دي. هنا ندخل له الحروف، هنا طبعا ايه اليوزر نيم بتاعنا، اقول مثلا ايه automatics underscore 2030 8H يو. هنقول له اي اجري، هنقول له كونتينيو، كده اتعمل عملية الريجستريشن. بس هنا يقول لك ايه، لازم حضرتك تروح للايميل بتاعك الاول عشان تكمل عملية الريجستريشن. هدخل كده على الايميل بتاعي، هنوقف لحظة، هتلاقيه بعت لك ايميل كده، ادي بيقول لك ايه، ادي الاكتيفيت يور اكونت بتاعك. هتيجي هنا تقول له ايه اكتيفيت، طبعا هندخله باسورد بتاعتنا، له كونتينيو. في الحالة دي بقى تقدر حضرتك تعمل داونلود لأي نسخة من نسخ الفيموير اللي عندك S6i. continue to my VMware. طبعا هنا ادي available free tier اللي انت حضرتك النسخ اللي تقدر تستخدمها اللي هتكون بمدة معينة، فري تير يعني مدة معينة. هنقول له license and download. هنقول له register. بقى لوجن، هنجي هنا نقول له احنا عايزين فيموير ريجستريشن كده. فيموير هايبرفايزر.
هو مفيش صوت. هنيجي هنا نقول له create a new virtual machine. زي ما قلت لك عشان الجزء طبعا اللي ما تسجلش ده، ان انت الافضل ان انت عندنا ان انت تسجل، ان انت ما تيجي تشتغل تشتغل بالنسخه الجنرال، النسخه الجنرال بتاعتنا دي، عشان النسخه الجنرال دي بتكون اساسيه عندك وما فيهاش باجات زي الكاستم دي. يعني نعمل الكاستم دي بتبقى فيها نازله الدرايفرز بتاع السيرفر، بس احيانا بيكون فيها باجات واحيانا بتبقى فيها مشاكل، خصوصا في سيرفرات الاتش بي، احيانا بيكون فيها مشاكل في سيرفرات الاتش بي. فانت الافضل تشتغل بالنسخه الجنرال بتاعتنا. طبعا بتكون الاكستنشن بتاعتها دوت ايزو، بتنزلها طبعا على فلاشه، بتحرقها على فلاشه او سي دي، وتبدا تعمل عمليه الانستولينج عندك على السيرفر عندك او على الفيمورك ستيشن. طبعا زي ما قلت لك ان احنا هنا بنيجي هنا بنكاري فولدر عندنا اسمه في ام وير فيسفير 6.5، بنعمل ثلاث فولدرات، هنسمي ده هوست واحد، ده هوست اتنين، ده هوست تلاتة. تلاتة هوست اهم اللي هنشتغل عليهم. طبعا احنا اتفقنا قلنا ان الهايبرفايزر ده السيرفر الواحد بنسميه هوست عشان ده هنهوست عليه الفيمات عندنا. فهنيجي هنا على الفي ام وير ورك ستيشن، وقلنا ان الفي ام وير ورك ستيشن ده خاص بايه؟ خاص بالتجارب طبعا والتدريب والتريننج والحاجات دي. طبعا احنا شغالين بنسخه 12، طبعا في نسخه لحد دلوقتي نازله اللي هي في نسخه اخر نسخه اللي هي افتكر 16 او 17 حاجه زي كده، يعني 15 اخر نسخه 15. هنيجي هنا نقول له كرييت ا نيو فيرتشوال ماشين. طبعا هنا هقول له انا عايز تيبيكال، وده مكتوب عليه قدامك ريكومندد، هقول له نيكست، هختار له اي ويل انستول ذا اوبريتنج سيستم ليتر، اقول له نيكست. هنا بيقول لك انت عايز تنزل ايه، هقول انت عايز تنزل ويندوز ولا لينكس ولا نوفل ولا سولاريز ولا في ام وير ولا اذر، هقول له انا عايز انزل في ام وير اي اس 6 اي اي اس 6. هختار له هنا النسخه اللي انت عايز تنزلها، طبعا هنا 6 بيشتغل مع 6 و6 ونص يعني. هختار له هنا في ام وير اي اس 6 اي 6 نيكست. بيقول لك هنا اللوكيشن بتاعك انت عايز تحطها فين، اقول له براوز. هنيجي هنا على كمبيوتر، هنحط هنا في البارتيشن قبل الاخير عندي فيسفير، احطه على هوست واحد 6.5، ده احنا ممكن نسميه برضو هوست داش 1، اقول له نيكست. طبعا احنا زي ما اتفقنا هننزل، هنعمل هاردين، هنعمل اول هارد عندنا 8 جيجا، ده اللي هنزل عليه السيستم بتاعي، وهنعمل هارد تاني 500 جيجا. نيكست. هنا هنخلي الميموري عندنا 8 جيجا، هنا هنختار 2 بروسيسور، هنختار هنا 2 كور، هنختار هنا الايزو هاي، اقول له يوزنج ايزو ايمج فايل، سفير ادي 6.5، مش كده؟ اقول كلوز فينيش. هنيجي نقول له باور اون، هيبدا عمليه بقى تي، هيبدا هنا يقول لك ادي الاسطوانه بتاعتنا هنا، هقول له كده انتر. هنا بيبدأ عملية البوتينج بتاعت النسخة عندنا، عادي جايب لك اسم الفيرجن بتاعك بتاعت في ام وير اي اس 6 اي 6.5. اري لك هنا ادي البروسيسور بتاعك، ادي اتنين بروسيسور انتل، زيون سي بي يو كذا، وادي رقم البروسيسور بتاعنا،
ودي حجم الرامات، قال لك ان ده 8 جيجا. هيبدأ يعمل لك عملية البوت. طبعا هو الانستول بتاعه سهل جدا 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 يعني. هنقف الفيديو قبل ما يعمل عملية البوتينج. طبعا احنا هنا هنضيف له الهارد 500 جيجا. هنجي هنا نقول له اد هارد نيكست، هنقول له ستور فيرتشوال ديسك از سنجل فايل، هنقول له ده انا عايزينه 500 جيجا، نيكست فينيش اوكي. هنا بقى بيقول لك ايه، ويلكم تو ذا في ام وير اي 6.5 انستليشنز. هنا بيقول لك دوس انتر كونتينيو، بيقول لك هنا اف 11 اكسبت ذا اكسبت اند كونتينيو ولا اسكيب دونت اكسبت. هقول له طبعا اف 11 هندسله في 11. هنا طبعا ظهر لنا الهارد 8 جيجا التاني لسه محسس بيه، هقول له انتر. طبعا يو اس ديفولت ده اللانجوج بتاعتنا، هقول له نيكست. هنا بيقول لك ايه، انتر اروت باسورد. طبعا خلي بالك ان هنا الادمنستريتور بتاع الاي اس اكس اي او الفيسفير اس اكس اي بيكون اسمه روت، فانت حضرتك بتدخل بقى باسورد للروت بتاعك. طبعا هقول له انتر. طبعا هنا جاب لك وورنينج بخصوص الباسورد بخصوص السي بي يو بتاعك، مشكله بس انتر. هنا بيقول لك ايه، انستول كونفيرم انستول، بيقول لك لو انت حضرتك دوست على اف 11 هيعمل عمليه انستول. هنا 9 لو دوست على اف 9 هيعمل باك، لو سكيب هيعمل كانسل. اقول له هنا اف 11 هيبدا يعمل عمليه انستولنج للاس اكس اي بتاعنا. هنروح بقى نكريت برضو 2 هوست تاني. هنيجي هنا نقول له نيو فيرتشوال ماشين نيكست از ا سنجل فايل انا 6. هنيجي هنا نختار له هوست 2. هقول له نيكست. طبعا ستور فيرتشوال ديسك از سنجل فايل، هقول له ده احنا عايزين 8 جيجا كاستم. هنخلي هنا البروسيسور الرامات 8، هنا هنخليها 2 كور. هنعلم على الايزو هي، اختار ايزو هي. اقول له كلوز. طبعا هنقول هندخل بالمره هنضيف هارد تاني. اقول له فينش. نضيف هنا هارد تاني برضو. طبعا هخلي كل كروت النتورك عندنا هوست اونلي. اقول له اد هارد ستور، نخليه هنا 500 جيجا نيكست فينش اوكي. هنبدا نقول باور اون. طبعا ده هنسميه هوست 2، ده
سلاش 2. اوكي هندوس له انتر. هنكريت السيرفر التالت، قاله نيو فيرتشوال ماشين نيكست. I will install the operating system later. VMware is 6i6. هنختار له هنا هوست 3. Next. هنقول له هنا ده عايزينه 8 جيجا. هنيجي ده هنخليه 8 جيجا. هنيجي هنا خليه 2 بروسيسور و 2 رامات و 8 رامات و 2 كور. هنيجي هنا نختار له الايزو هيا. اقول له كلوز فينيش. طبعا نفس الكلام هنيجي هنا هنخلي كارت النتورك بتاعنا برضو هوست اونلي. هنيجي نضيف هارد. هنقول خليه 500 جيجا. نيكست فينيش. هنا نغير كارت ده خليه هوست اونلي. طبعا هنا خلص بيقول لك ايه انتر تو ريبوت، يعمل عمليه ريبوت للسيرفر عندنا ريستارت يعني. طبعا عملية اللودينج بتاعته هي شبيهة بعملية الانستول. عملية اللودينج في ام وير اس 6 اي هو شبيهة بعملية الانستول بالظبط يعني. طبعا هو ما بياخدش وقت زي الويندوز عشان يقوم، هو بمجرد ما حمل الشاشة دي خلاص هو كده قام. دي ما بتاخدش يعني ما بتزيدش عن دقيقتين مثلا. عند نفس الكلام هقول له انتر F11. طبعا ظاهر لنا الهاردين اهو 8500. هنزل على 8 انتر. يو اس ديفولت ادخله باسورد. انتر. انتر. اقول له 11 من عملية الانستول. هنجي السيرفر التالت هنقول باور اون. انتر. احنا كده عاملين 3 هوست، عاملين 3 هوست اللي هنشتغل عليهم. طبعا هو كده خلاص قام كام السيرفر كله. هتلاقيه اول ما خلص كده، اول ما بيخلص بيقول لك ايه، طبعا عشان نقدر نعمل اكسس عليه او نقدر نعمل مانجمنت عليه هنيجي نكمل هنا. طبعا هذه الهوست التالت نفس الكلام هندوس له انتر في 11. هنيجي هنا نختار له الهارد بتاعنا اللي هو 8 جيجا. انتر ديفول ندخل الباسورد. انتر. طبعا الورنينج بتاع السي بي يو. انتر هندوس له F11. طبعا احنا بعد ما ينزل الهوست التالت ده هنوقف الفيديو لحد كده ونكمل بقى في فيديو تاني. عشان نتكلم على جزئية المانجمنت. ادي عندي اول هوست وعندي تاني هوست وده التالت هوست اهو.
بخلص انا اعمله ريبوت. هيبدأ يعمل لودينج. طبعا الثلاث سيرفرات دول عشان عندنا كده دول محتاجين لهم في سنتر عشان نقدر نتحكم فيهم عن طريق انترفيس واحدة. الثلاثة دول ثلاثة هوست اللي عندنا دول عشان نقدر نعمل لهم مانجمنت محتاجين في سنتر. طبعا مش هنعمل له عملية انستولينج دلوقتي، شوية بدون هنشتغل عليه ان شاء الله. ده بيعمل عملية اللودينج. كده خلص هنا. بس السيرفر الثالث طبعا عملية الانستول بتاعته ما بتاخدش وقت، يعني ما بتاخدش وقت زي الويندوز مثلا. لو انت حسبتها مش هتلاقي خد 5 دقايق كلها يعني. كده خلاص هنعمل له ريبوت. كده بيعمل عملية البوتينج أو اللودينج عندنا.
كده احنا عملنا انستول لهوست واحد، هوست اتنين، هوست تلاتة. كده خلص كده، هنوقف لحد كده ونخليها الباقيين في فيديو تاني عشان الفيديو عندنا ما يكونش اطول من كده يعني. شكرا.